الاحتلال يرتكب ثمان مجازر جديدة في قطاع غزة، وارتفاع حصيلة العدوان إلى 32,226 شهيد. غارة جوية روسية تستهدف غرب أوكرانيا، وكييف تقول إنها استهدفت سفينتي إنزال روسيتين في القرم. وتصعيد جديد في بحر الصين الجنوبي بين بكين ومانيلا، والاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ. الثانية عشرة ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلاً بحضراتكم، ونبدأ مع الزميلة ندى. رضا، إليك ندى. شكراً لك يا سيدي. أهلاً بحضراتكم، والبداية مع التطورات في قطاع غزة. أعلنت الصحة الفلسطينية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 84 شهيد و106 مصابين خلال 24 ساعة الماضية. أشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 32,226 شهيدا و74,518 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 8 فلسطينيين بينهم أطفال استشهدوا وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الجنينة في مخيم رفح جنوبي قطاع غزة. وأضافت أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على مناطق من خان يونس، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال تتقدم باتجاه المناطق الغربية في المدينة. استشهد وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة. ارتكب الاحتلال عدة مجازر فيما عرف بمجازر الطحين. لا يتوقف المحتل الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من الجرائم الدموية واللا إنسانية في قطاع غزة، فمع استمراره في منع قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين، يواصل استهدافه لتلك التي تمكنت من الوصول إلى سكان غزة الذين باتوا على شفا الموت جوعا، شهداء ومصابون في تجدد للقصف الإسرائيلي على حشد من الفلسطينيين كانوا في انتظار وصول شاحنة المساعدات إلى دوار الكويت في مدينة غزة. شهود عيان أفادوا بأن قوات الاحتلال فتحت النار على السكان الذين كانوا في انتظار الحصول على المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. راحوا على الكويت وبدهم ياكلوا وبدهم يعيشوا الناس. كم خزائن كله مستشفى، وين وين اصابه عشان هو حسن سليم وش مجبور عمول وين يا رب. طلعنا من تحت الموت، طب وطاخ علينا، في شهداء كتير، في اصابات كتير، متنا عشان نجيب بس لقمة اولادنا بس. وتتعمد قوات الاحتلال استهداف التجمعات التي تنتظر المساعدات الإنسانية خاصة في مدينة غزة والشمال، حيث ارتكبت عدة مجازر فيما عرف بمجازر الطحين والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى. يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه تقارير إنسانية محلية ودولية أن شمالي القطاع على شفير المجاعة وأن أطفالا ومسنين يموتون جوعا.
بينما تفتقر بقية مناطق قطاع غزة إلى الحد الأدنى من المواد الغذائية الأساسية. قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فليب لازاريني إن إسرائيل منعت وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. وحذر لازاريني من أن سكان شمال غزة يعيشون على حافة المجاعة، كما أشار إلى أن آخر مرة تمكنت فرق الأونروا من إرسال مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت منذ نحو شهرين. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الأمل وناصر في مدينة خان يونس بتزامن مع قصف عنيف وإطلاق نار كثيف في محيطهما، مؤكدة أن الطواقم الطبية تتعرض للخطر الشديد ولا تستطيع الحركة نهائيا. هذا وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد أحد كوادرها برصاص قوات الاحتلال في مستشفى الأمل. حذرت الخارجية الفلسطينية من مجازر جماعية إضافية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر ومستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الهجوم على مستشفى ناصر الطبي استهداف صريح وعلني للطواقم الطبية والنازحين والمرضى. وفي سياق ذي صلة، كشفت الخارجية الفلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل توسيع غاراتها الدموية ومجازرها الجماعية وإحراق المنازل في دير البلح والمحافظة الوسطى وخان يونس ورفح. شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أن المستشفيات ليست ساحات قتال ويجب أن تتم حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني. دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى إنهاء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية على مستشفى الشفاء وحولها في مدينة غزة، وأشار إلى أن المنظمة وشركائها فقدوا الاتصال بالعاملين في المستشفى منذ بداية الاقتحام، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوصول لمستشفى الشفاء أصبح مستحيلا. منذ نحو أسبوع يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا عسكريا على مجمع الشفاء بغزة، وأسفر الحصار اللا إنساني عن استشهاد العديد من المرضى والجرحى داخل المجمع الطبي. المزيد في العرض التالي والزميل عمرو شهاب. أهلا بكم. تتواصل المجازر الدموية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأصعدة، والتي تتركز بشكل كبير في الآونة الأخيرة في مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات غزة قبل العدوان على القطاع الذي أصبح يوصف الآن بأنه أكثر من نار جهنم. فمنذ نحو أسبوع يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا عسكريا على مجمع الشفاء وينشر آلياته العسكرية في محيط المجمع وينفذ حملات اعتقالات للمئات بجانب استهداف المدنيين من المرضى والجرحى داخل المجمع الطبي، ما يسفر عن استشهاد وإصابة العشرات منهم. مصادر طبية من داخل مجمع الشفاء أعلنت أن قوات الاحتلال قامت بإحراق عدة مبان في المجمع واحتجزت العشرات من المرضى ومرافقيهم والكوادر الطبية، مؤكدة أن المجمع الذي لجأ إليه مدنيون نازحون منذ أسابيع لا يوجد به ما يكفي من طعام وشراب. وأضافت المصادر الطبية أن هذا الحصار اللا إنساني لمجمع الشفاء الطبي قد أسفر عن استشهاد العديد من المرضى والجرحى داخل المجمع نتيجة حرمانهم من الرعاية والماء والغذاء والدواء خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى استمرار تدهور حالة المصابين الآخرين بالمجمع الطبي. ولا تعرف بعد حصيلة العدوان الواقع على مجمع الشفاء الطبي الذي لجأ إليه عشرات الآلاف من سكان شمال ووسط القطاع هربا من القصف العشوائي المكثف على المناطق السكنية منذ اندلاع العدوان قبل أكثر من 5 أشهر. شهود عيان وصفوا الوضع في شمال ووسط غزة بأنه أكثر من نار جهنم، مع اشتعال النيران في العديد من المنازل السكنية وانتشار جثث الشهداء
في شوارع المدينة التي تحولت إلى مدينة أشباح تشهد حرب إبادة ممنهجة من قوات الاحتلال. مشاهدينا، كان هذا استعراضا لتطورات الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات غزة قبل العدوان، والذي يشهد حصارا عسكريا من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية. شكرا على طيب المتابعة. هذا وحذرت منظمة الأغذية الزراعية على الأمم المتحدة الفاو من انتشار الجوع في قطاع غزة. وقالت نائبة المدير العام للمنظمة إنه من المتوقع أن تتفشى المجاعة في أي وقت خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى شهر مايو المقبل في المحافظات الشمالية. لا تزال التحذيرات الدولية تتوالى بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو دقت ناقوس الخطر بشأن التدهور السريع لأزمة الجوع في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تحدث مجاعة في أي وقت من الآن وحتى مايو المقبل في المحافظات الشمالية، وفقا لتقرير المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. كما أن بقية قطاع غزة معرض لخطر المجاعة في المستقبل في أسوأ السيناريوهات إذا لم تتوقف الأعمال العدائية ولم تصل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وتشير بيانات الفاو إلى أن جميع السكان في قطاع غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد المصنف ضمن المرحلة الثالثة وهي الأزمة، أو الرابعة وهي الطوارئ، أو الخامسة وهي الكارثة. وهنا ندرك أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ونصف السكان أي 50% من السكان يعيشون في أعلى مستوى من الجوع الذي يمكننا الإبلاغ عنه. هذا هو المستوى الخامس، وهذا يعني أن الظروف تشبه الكارثة والمجاعة. هذا يعني أن هناك بالفعل نقصاً شديداً في الغذاء، فهم غير قادرين على تلبية العديد من احتياجاتهم الأساسية، والناس يتضورون جوعاً ويواجهون بشكل متزايد خطراً كبيراً يتمثل في سوء التغذية والمرض وحتى الموت. لدينا موظفون فقدوا في الأسابيع الأخيرة ما يصل إلى 25 من أفراد أسرهم، إنه أمر غير مسبوق من حيث الأعداد. وكذلك النسبة المئوية للسكان الذين يقتربون من المجاعة وتكون واقعة بالفعل. هناك حاجة إلى الوصول الفوري لتسهيل تقديم المساعدة العاجلة والحرجة على نطاق واسع. المنظمة الأممية أكدت تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة، حيث وصل عدد أكبر من الأشخاص بنسبة 79% إلى مستويات كارثية من الجوع في أمر لم تره المنظمة من قبل. ووفقا للبيانات الأممية، فإن جميع الأسر تقريبا لا تتناول وجباتها اليومية المعتادة، وأمضى ما يقرب من ثلثي الأسر في المحافظات الشمالية أياما وليال كاملة دون تناول الطعام 10 مرات على الأقل خلال 30 يوما الماضية. منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تسلم البنى التحتية من الضربات الجوية التي لا تكاد تتوقف، والتي طالت حتى أنابيب المياه، وأصبح الفلسطينيون في جنوب القطاع يعانون لتأمين مياه نظيفة للشرب. أزمة إنسانية تضرب غزة مهددة حياة أكثر من 2 مليون نسمة يمكثون في قطاع غزة، فما بين القصف المستمر لقوة الاحتلال الإسرائيلي والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، بات الفلسطينيون يعيشون بين شقي رحى. فمنذ أن بدأت الحرب في غزة لم تسلم البنى التحتية من الضربات الجوية التي لا تكاد تتوقف والتي طالت حتى أنابيب المياه. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أشارت إلى أن ما لا يقل عن نصف مرافق المياه والصرف الصحي في غزة قد دمرت أو تضررت، فيما قالت الأونروا بأن نحو 70% من سكان غزة يشربون مياه مالحة أو ملوثة. الفلسطينيون في جنوب قطاع غزة باتوا يعانون لتأمين مياه نظيفة للشرب، حيث يعيش سكان هذا الجزء من القطاع في ظروف صعبة وبائسة نتيجة للاكتظاظ ونقص المياه النظيفة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كشف أيضا أنه لا يعمل حاليا سوى خط واحد فقط من بين خطوط أنابيب المياه الثلاثة الممتدة من إسرائيل إلى غزة
في حين تضرر جزء كبير من البنية التحتية للمياه في القطاع بسبب الغارة الجوية. منظمات دولية أشارت إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تعيق وصول المياه إلى أهالي غزة، بينها نقص الوقود اللازم لضخ المياه ونقلها، صرخة عطش يطلقها الفلسطينيون كل يوم في وجه العالم، صرخة تريد الرحمة وتطالب بالمساعدة. فهل سيسمع المجتمع الدولي صرختهم ويمد لهم يد العون، أم سيتركونهم في مواجهة هذا المصير المظلم؟ شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. رفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية ولافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال. يصوت مجلس الأمن غدا على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة، قدمه الأعضاء غير الدائمين في المجلس. ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان ويحظى بدعم المجموعات العربية. قال الاتحاد الأوروبي إن المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن زعماء الاتحاد أدان وقرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وأحثوا إسرائيل على التراجع عنها. وفي بيان أكد الاحتلال أن التوسع الاستيطاني يغذي التوترات ويقود احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، والذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد للطرفين. اقتحم عدد كبير من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حسين غرب بيت لحم بالضفة الغربية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت عند المدخل الشرقي ونصبت الحواجز العسكرية ومنعت المواطنين من التنقل. من ناحية أخرى، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزي الحمرة وتيسير العسكريين بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ للمدنيين والمحتجزين ولجميع شعوب المنطقة. وأضاف غوتيريش عبر حسابه على منصة إكس أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار بشكل فوري لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين. طال
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة. وخلال مؤتمر صحفي بمطار العريش في ختام زيارته للمدينة، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستعمل على ضمان الحشد الدولي لتوفير الدعم لأطفال غزة. العديد من الأفراد قتلوا وتتم العديد من الأطفال، ونرى معاناة، فبالطبع أشعر بالإحباط وكلنا نشعر بالإحباط لأننا لم نستطع منع ذلك. وأود أن أنشد هؤلاء الذين يقدروا أن ينهوا هذه المعاناة بأن يفعلوا ذلك. كما أكد غوتيريش وجود معوقات إسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لن يتم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عادل بدون وقف إطلاق النار. شهدنا عدة أحداث لم نستطع توفير خلالها المساعدات الإنسانية، وأحداث أخرى قتلوا فيها الأفراد عندما حاولوا الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتم تفجيرهم. لن يكون هناك توزيع جيد وعادل للمساعدات دون وقف إطلاق النار. وعلاوة على ذلك هناك أيضا عقبات أخرى، كما رأينا متعلقة بعدم الفحص والسماح للقافلات بالمرور، ومتعلقة بالأوضاع الطرق. ومسائل أخرى حدثت بسبب الصراع المستمر. هناك عدة عقبات كانت بسبب إسرائيل مما منع توفير المساعدات الإنسانية. المشكلة ليس عدد دخول الشاحنات، بل كيف نستطيع توزيع المساعدات التي تدخل بالفعل. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن أي تدخل إسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية سيؤدي إلى نتائج كارثية، وشدد غوتيريش على رفض التهجير القسري للفلسطينيين. هناك إجماع واضح تعبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالأكمل أن تدخل أرضي في رفح بالطريقة التي رأيناها سيؤدي إلى كارثة إنسانية، ولذا أؤمن أن حان الوقت لضمان أن ما نقوله من البداية يتم تنفيذه، وهو وقف إطلاق نار إنساني وأيضا إطلاق سراح الرهائن وخلق الأمل للفلسطينيين بإنشاء دولة فلسطينية. ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري، أكد غوتيريش استمرار المنظمة الأممية في العمل مع مصر من أجل تسهيل تدفق المساعدات. ونتطلع لاستمرار العمل مع مصر لاستمرار دخول المساعدات، ونقدر بعمق التعاون المصري في دعم الشعب الفلسطيني. وأود من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يعلموا أنكم لستم وحدكم. دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى سرعة التوصل لوقف لإطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة. لا يوجد تبرير للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الآن أكثر من أي وقت مضى. هو الوقت لوقف إنساني لإطلاق النار، هو وقت لإيقاف إطلاق النار. الفلسطينيون في قطاع غزة، الأطفال، النساء، الرجال الآن معلقون في كابوس لا ينتهي. بيوت تدمر، عائلات
وأجيال بأكملها يقضى عليها. وقال غوتيريش إن المجاعة في غزة تحاصر شعبا بأكمله خلال شهر رمضان، وشدد غوتيريش على أن الخيار بات واضحا الآن في غزة، إما دخول المساعدات أو المجاعة. المجاعة تحاصر شعب بأكمله، شهر رمضان وقت لنشر القيم الإنسانية وإعلاء السلام عقب معاناة لعدة شهور. الفلسطينيون في قطاع غزة يقضون شهر رمضان ولا زال القصف الإسرائيلي مستمر، والمساعدات الإنسانية لا زالت معلقة. الصيام في شهر رمضان، عديد الناس في قطاع غزة لن يتمكنوا من الإفطار. بجانب المسار السياسي الذي تسلكه مصر لحل الأزمة في قطاع غزة، تواصل مصر على الجانب الآخر بذل كل الجهود الممكنة لإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لقطاع غزة. المزيد في هذا العرض والزميل عمرو شهاب. أهلا بكم. جهود مصرية متواصلة على مدار الساعة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل وفير ومستدام إلى القطاع المحاصر والذي أصبح على شفا المجاعة. فخلال استقباله نظيره الإماراتي في القاهرة، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة. مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي تناولت الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للقطاع، كما شدد الزعيمان على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة. وبجانب المسار السياسي الذي تسلكه مصر لحل الأزمة في قطاع غزة، تواصل مصر على الجانب الآخر بذل كافة الجهود الممكنة لإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لقطاع غزة وتسهيل إجراءات وصول المساعدات الدولية ودخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. هذا بجانب الاستمرار في تنفيذ جسر جوي لإسقاط المساعدات الإغاثية على قطاع غزة. وتكثف القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الأردن وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على مدار أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة، وذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقص في كافة الاحتياجات الإنسانية. ومنذ اللحظة الأولى لشن إسرائيل عدوانها على غزة، وتحظى الجهود المصرية لدعم الأشقاء في القطاع سواء على صعيد مساعي الحل السياسي للأزمة أو على الصعيد الإنساني، تحظى بإشادة عربية ودولية كبيرة، ولعل آخرها إشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالكرم والتضامن المصري مع الشعب الفلسطيني. وخلال زيارته معبر رفح ومطار العريش، ثمن غوتيريش الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة، مجددا دعوته بسرعة وقف إطلاق النار في غزة وضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري وذلك إلى القطاع بأسرع وقت، مؤكدا مواصلة العمل مع مصر من أجل تسهيل تدفق المساعدات إلى غزة. مشاهدينا، كان هذا استعراضا للجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة وكذلك استمرار تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. شكرا على طيب المتابعة. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود.
أصيب 3 أشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك شرق لبنان، حيث أطلق الطيران الإسرائيلي 5 صواريخ على مبنى سكني بالمنطقة، وهذه ثالث ضربة تستهدف المنطقة البعيدة عن الحدود مع إسرائيل خلال نحو 6 أشهر من القصف المتبادل على حدود لبنان وإسرائيل. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن 5 طائرات سقطت في البحر الأحمر في محلقة 6 إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وفي سياق متصل، اندلع حريق على متن ناقلة نفط ترفع علم بنما وتعود ملكيتها وإدارتها للصين بعد إصابتها بصاروخ قبالة اليمن. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضامنه مع جميع النازحين قصرا، جاء ذلك خلال إفطار الأمين العام للأمم المتحدة مع عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين والبالغ عددهم في مصر 500,000 شخص الذين اضطروا للفرار من أهوال الحرب، ورحبت بهم مصر. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر ثمنت جهود الأمم المتحدة لوقف الحرب الجارية في غزة، كما جددت الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحتمية إنهاء المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني. أكد وزير الصحة السوداني أن حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي يقدر ب 11 مليار دولار، وفي سبيل إنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية أطلق وزير الصحة نداء عاجلا لإعمار 25% من المستشفيات. سنتابع المزيد في هذا التقرير. بعد مرور قرابة عام على اندلاع الأزمة في السودان، تتفاقم الأزمة الصحية على نحو غير مسبوق، ما ينذر بتداعيات أكثر صعوبة على الأوضاع الإنسانية والصحية في معظم ولايات السودان التي طالها التخريب والدمار. البيانات والأرقام الواردة من السودان كشفت أن 75% من المستشفيات البالغة 702 مستشفى، منها 540 تابعة للصحة، تعمل جزئيا بعدما طالها التخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية، فيما دمرت مستشفيات أخرى بشكل كامل. ليس ذلك فحسب، بل أكد وزير الصحة السوداني أن حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي في السودان يقدر ب 11 مليار دولار، وفي سبيل إنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية أطلق وزير الصحة نداء عاجلا لإعمار 25% من المستشفيات عبر تكوين لجنة عليا تضم كافة الجهات ذات الصلة. وفي هذا السياق أكد وزير الصحة أن نداء الإعمار موجه للداخل والخارج والمجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ورجال الأعمال والقطاع الصحي إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة، فضلا عن تكوين لجنة عليا مهمتها الرقابة والإشراف على المبادرة وآليات صرف المبالغ المخصصة لها. تلك المبادرة الإنسانية التي أطلقها وزير الصحة تهدف بالأساس إلى العودة السريعة للمستشفيات للخدمة الطبية من أجل استعادة الخدمات الصحية للسودانيين، والتي تأثرت على نحو بالغ جراء الأزمة الأخيرة.
قال الجيش الأوكراني إنه استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين في البحر الأسود، وذلك في هجمات شنها على شبه جزيرة القرم، فيما شنت القوات الروسية هجمات واسعة على العاصمة كييف ومناطق أوكرانية أخرى. نتابع المزيد عن الهجمات المتبادلة بين الجانبين في التقرير التالي. موجة جديدة من تبادل الهجمات الجوية بين موسكو وكييف، يرتفع معها إيقاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. القوات الروسية شنت هجمات جوية جديدة واسعة على كييف ومناطق أوكرانية أخرى. وقال قائد الإدارة العسكرية في كييف إن الجيش الروسي هاجم العاصمة بواسطة صواريخ كروز، مشيرا إلى أن عدة انفجارات دوت في العاصمة الأوكرانية، حيث دمرت قوة الدفاع الجوي الأوكرانية أكثر من 10 من الصواريخ التي أطلقتها روسيا على كييف ومحيطها، فيما لم يسفر الهجوم سوى عن أضرار طفيفة. وفي ليفيف تعرضت المدينة لنحو 20 صاروخا روسيا وسبع مسيرات متفجرة حسب ما أفاد حاكم المدينة، مؤكدا أن الهدف كان منشآت حيوية. وغير بعيد قالت القوة المسلحة البولندية إن أحد صواريخ كروز الروسية التي أطلقت صوب منطقة ليفيف بغرب أوكرانيا انتهك المجال الجوي البولندي. وأمام عملية القصف الروسية القريبة من أراضيها، أعلنت بولندا رفع مستوى الإنذار، حيث أعلن الجيش البولندي رصد نشاط مكثف للطيران البعيد المدى الروسي على صلة بالهجمات في أوكرانيا. على الجانب الآخر، أمطرت أوكرانيا مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم بالصواريخ، حيث أكدت روسيا أنها صدت هجوما تم شنه بواسطة 10 صواريخ أوكرانية باتجاه المدينة، فيما أوضح حاكم المدينة أن الهجوم الأوكراني أسفر عن سقوط قتيل فضلا عن 4 جرحى. نكست روسيا الأعلام في يوم حداد وطني على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كروكوس بالقرب من موسكو. توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعقب ومعاقبة كل من يقف وراء الهجوم الذي خلف 133 قتيلا من بينهم 3 أطفال، وأسفر أيضا عن إصابة أكثر من 150. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى إلقاء اللوم على أوكرانيا بعد الهجوم الدامي على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو. جاء ذلك ردا على ما أعلنه مسؤولون روس حول فرضية طورت أوكرانيا في الهجوم. قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن الهجمات الإرهابية والحرب الهجينة من جانب الغرب لن تجبر روسيا على تغيير مسارها وسياساتها الخارجية. أضاف أنتونوف في إشارة إلى العمل الإرهابي الذي وقع في قاعة في مدينة كروكوس أن مثل هذه الهجمات الجبانة لن تغير خطة روسيا ومسارها، مشيرا إلى أن الغرب هو الذي اختار خط الحرب الهجين مع روسيا. نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تورط كييف في هجوم موسكو، مشيرة إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يتحمل منفردا مسؤولية الهجوم. ولفتت المسؤولة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة نقلت معلومات لروسيا في أوائل مارس بشأن هجوم محتمل في موسكو. فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية لويزيانا، وجمع الرئيسان الحالي والسابق معا المزيد من المندوبين بعد أن حصلا بالفعل على ترشيحات حزبيهما. ظهر بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميزوري من غير المتوقع الإعلان عن النتائج حتى الأسبوع المقبل.
حذرت وزارة الدفاع الصينية الفلبين من الأفعال الاستفزازية، وقالت إن الصين ستحمي سيادتها الإقليمية، وذلك بعد يوم من وقوع احتكاك بين الجانبين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الأحداث التي وقعت في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى أن هذه الأعمال العدائية تعرض حياة البشر للخطر وتقوض الاستقرار الإقليمي والأعراف الدولية وتهدد الأمن في المنطقة وخارجها. تصعيد ملحوظ شهده بحر الصين الجنوبي بين الصين والفلبين بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، وهو ما يزيد المخاوف بشأن اندلاع صراع جديد في المنطقة المتنازع عليها. وتبدلت بكين ومانيلا الاتهامات في أعقاب قيام خفر السواحل الصيني باتخاذ تدابير ضد سفينة تموين فلبينية في بحر الصين الجنوبي، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص. وفي أعقاب وقوع المناوشات بين البلدين، جددت بكين اتهاماتها للفلبين بتأجيج الصراعات وتصعيد الوضع في المنطقة، متوعدة بحماية مصالحها البحرية بقوة من خلال اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لحماية سيادتها الإقليمية. في المقابل حملت مانيلا خفر السواحل الصينيين مسؤولية الاعتداء على سفنها، مؤكدة أن التهديدات المبطنة والعدائية من الجانب الصيني لن تردعها عن ممارسة حقوقها الشرعية في حماية مناطقها البحرية. ومع استمرار المناوشات بين مانيلا وبكين، سارعت واشنطن بإدانة التحركات الصينية، متهمة بكين بانتهاك القانون الدولي وحرية الملاحة للفلبين، كما أعادت واشنطن على لسان وزير خارجيتها بلينكن التزامها الراسخ بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي. الاتحاد الأوروبي من جانبه أعرب عن قلقه البالغ إزاء سلسلة الأحداث في بحر الصين الجنوبي، واصفا الخطوات الصينية ضد السفن الفلبينية بالاستفزازية والخطيرة. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والسيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر. صرح المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة أو من خلال الإسقاط الجوي لا سيما لمناطق شمال القطاع. وقد ثمن السيد الرئيس في هذا الصدد موقف السكرتير العام من الأزمة الجارية وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكدا ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في ذلك الصدد، مشددا على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيما يعد عقابا جماعيا للفلسطينيين الأبرياء. من جانبه أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيدا بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحا بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيرا إلى زيارته أمس إلى المعبر، ومثنيا في هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، معيدا التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تطابقا في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع،
وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل. كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله. إذن مشاهدينا، نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل الرئيس المخابرات العامة، والسيد فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والسيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر. صرح المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة أو من خلال الإسقاط الجوي، لا سيما لمناطق الشمال القطاع. وقد ثمن السيد الرئيس في هذا الصدد موقف السكرتير العام من الأزمة الجارية وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكدا ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في ذلك الصدد، مشددا على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيما يعد عقابا جماعيا للفلسطينيين الأبرياء. من جانبه أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيدا بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحا بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيرا إلى زيارته أمس إلى المعبر ومثنيا في هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، معيدا التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تطابقا في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل. كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله. بذلت مصر ولا تزال جهودا حثيثة لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للأشقاء في فلسطين، وقد ظهرت تلك المساعي الصادقة خلال التصعيد العسكري الجاري في غزة. كانت ولا تزال القضية الفلسطينية على قمة أولويات الدولة المصرية، حيث تعتبر جزءا من الأمن القومي المصري، ويعد موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابتا لا يتغير منذ عقود، حيث تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني، والذي ظهر جليا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. فمنذ اللحظة كانت مصر حاضرة وبقوة على خط الأزمة،
حيث انخرط الرئيس السيسي في اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء العالم، دعا خلالها كافة الأطراف إلى دعم التهدئة وتغليب صوت العقل والحكمة والحفاظ على حياة المدنيين باعتباره أولوية قصوى. كما تضمنت الاتصالات الرئاسية بزعماء العالم التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مع تأكيد موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير. تزامنت تلك المساعي مع دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام والتي استضافتها العاصمة الإدارية بحضور دولي رفيع المستوى. وجاءت كلمة الرئيس السيسي أمام القمة بمثابة خارطة طريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف العنف الدائري في قطاع غزة. ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتنتقل فورا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. على المستوى الإنساني سارعت مصر كعادتها إلى تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني، وخصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة. كما قررت مصر استقبال عدد من المرضى من سكان قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وهي الخطوة التي لاقت إشادة وترحيبا دوليا واسعا، وكشفت عن صدق عمق العلاقات بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق. واستكمالا لمسيرتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، شاركت مصر في تحالف دولي لإسقاط مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. تزامن ذلك مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن جسر جوي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات على شمال غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء. يأتي ذلك مع استمرار مصر فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع، وذلك انطلاقا من جهودها الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. إشادات إقليمية ودولية نالتها مصر بعد دورها التاريخي والحيوي بشأن الأزمة في قطاع غزة، سواء على صعيد الجهد الدبلوماسي المبذول لوقف الحروب المتكررة أو على الصعيد الإنساني من خلال تخفيف الحصار على القطاع. سنتابع المزيد من هذه الإشادات في هذا العرض.
وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الجولة الإخبارية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة، والشكر موصول للزميل ياسر عبد الستار.